خلي عني انت ما صار عني يا بنت هالقرف. من كم اسبوع شفتوا معنا سليمه بدور التيتا المظلومه، اليوم رح تشوفوها بوجه الظالمه. فوها علي من وصلتها لهون. عمى عم تلعب دور سيده بيروتيه بتشمئز من لانا يلي عم تمثل دور ليش اسوريه متسوله. سليمه بتبلش تتهجم وتجرح بالبنت. لعني يا عمي عملتلي فيروس. روحي لعندها يا تعطيكي. هلا عني كل جايه. روحي لعندها تعطيكي. خلاص اتركيني. خلاص كنوا جاياتكم. اول شخص انتبه للي عم بيصير وتفاعل معنا كانت صبيه اجنبيه اثر فيها المشهد. خلاص روحي لحديني جيبيني بجوع المصطفى تالفيروسات تاخدني. عطيت لانا مصاري بقيت واقفة تتفرج. بعدك لحديني شو بدك مني؟ بكل خجل وتهذيب قالت اللي بقلبها. حرام بخلفوا ما بيوقفوا، صاروا أكثر منا بالبلد. وين لحديني بعدك؟ خلاص كلامه ومعالم وجهه بيدلوا على قدين المشهد موجع. روحي لعند ما حدا تصرف من هالمجموعة الكبيرة من اللبنانيين. بقيت هالصبية الأجنبية واقفة بأرضها رافضة تفل، ويمكن ما قدرت بقى تعبر إلا بهالكم دمعة. خلص ما عطيتك المرة. خلص خلص. بهالوقت ولما قسي المشهد في مين من قلب سيارته اعترض. زين عطية زين عطية. بس بالآخر مشي. وبعدها الصبية ما مشي. لما نطرت كتير واجهناها بالحقيقة. يا حرام. Always if I'm looking something like that I'm giving. Why they are making like that? They are a people also. لا مدام ما تخافي ما تخافي. عرفة يعطيك كمان. هذا تي في تي في. هذا تي في. تي في عم نمثل. تمثيل اكتنج تي في. اختبارنا مكمل وكلنا امل بشارع رح يرفض ظلم الضعيف. قومي فلي من هون. قومي فلي من هون. ما كتير عجبوا لهالشاب التعنيف المعنوي والجسدي بحق لانا. ما بكفي جيتها وقرفها. ما عنديها مصاري. شو معك مصاري؟ من المعروف خلص. اعطيها مصاري خيي. شو مرقت بالك عم تعيطي عليها؟ اعطيها اعطيها خيي اعطيها مصاري. خلص اعطيها مصاري. انا بعطيك مصاري. وبس طمن باله وخلص البنت من ظلم سليمه وهو وفالل خبرني. ليك ليك عم برجو خيي. طب ليه حسيت لازم تفوت؟ لانه مش منطقي ليك حرام معطره هاي. طيب انا ما حبيت لو زيديتها شوي يمكن كنت اضطريت انه مد ايدي. بس لا اكيد لا. قومي. عندنا تمثيل الاختبار. قومي 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 من هون. قومي من هون. قومي قومي بكفي ناس. أشرفية إلى عسيادة. عمي بكفي كل تلايته البلد جاية. بس بس عني ملاكي في مجوية كلها عرف. بدي برميل ده طول ما بينظف لي. بس عني أعطيها أعطيها. روحي لعندها تعطيكي. روحي لعندها تعطيكي. شكلها ردود الفعل الإنسانية عم تكتر. روحي لعندها تعطيكي. عمي عمي روحي من هون. ورفضهم للمشهد ما خليهن حتى يحسبوا حساب لعمر سليمة. قومي انت بتقبل تقعد هون؟ ما الاشرف يا حبيبي يا حبيبي ملاك كلها مشوية. انت بتقبل هاك الشيء؟ استرجع ارض الصرف ومدي ايدك عليها. يلا اصرفها. مدي ايدك عليها. قاعد حتى
مد ايدك على يلا روح ترمي حالك مرة روح يا. ما هي عم تشحد مني انا عيب قوي عم تشحد شو بدك فيها روح دبي مصرياتك سد جوعك يلا خلص حطوا على الفلوس يا فله فل الشارع مش ملك ميت يلا بعد دقايق مليانة إنسانية ورفض للتمييز كشفنا عن تجربتنا. شو الشيء اللي سمعته أو يلي عملته أكتر شيء ضايقك؟ هيدي أمي فلة من هون والشارع ملك بيا يعني وليه قعدت حدا؟ لأنه قعدت حدا خليها تمد إيد عليها أنا حدا تسترجت مد إيدها وصلتوا على الأشرفية بصيركم قوموا فوتوا كل من هون وصلت هالصبية وفاتت على المحل شو ناطرة هردومي قومي من هون يلا قومي 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 فلي من هون بعد ثواني ظهرت الأشرفية طول عمرها نظيفة عطيت لنا مصاري وبنبرة صوتها سجلت موقف خدي يا بنت خدي يلا بهالوقت في ناس من اولاد المنطقة ما هين عليهم اللي صاير. طب شو الدنيا ليك مش عرفة؟ طيب مالي شو انت مسؤولة عنه؟ الأشرفية طول عمرها نظيفة جايين جوا بكفي بخالفوا ما بيوقفوا خربوا الدنيا. خلص انت معك الو حطي حالك محل شو بتعمل؟ شو خصك؟ طب في كثير محلات تروحي عليهم. بنت الأشرفية فيها إنسانية كمان، أنا بنت الأشرفية. في شي حدا يقدر ياخذها ويحملها ويساعدها بشي محل؟ ما في شو بتعمل الحق عليها؟ لا مش الحق عليها بس انه شي شغلية ما بتقدمي ولا بتتأخري وبتصدميها نفسيا حرام انت لو عندك حدا ولد هيك كنت يعني شفتي حدا عم يعين بهالطريقة كنت انبسطتي؟ هيدي في ناس مسؤولين عنها لازم مبدئيا الدولة تهتم فيها بس اللي بخصها هالست عم بتواجه سليمة بكل وسائل المنطق وعلم النفس والإنسانية تقدمت بشي هو والحوار داير بتطل صبية كمان استفز الموضوع الاستماع بتضايقني خلص من دون ما تناقش سليمة حضنت لانا هون صار وقت نتدخل انه حرام البنت صغير يعني ما حتفهم الشي اللي بدها تقوله و... ما بعرف ما بقدر يعني مثل اختي فما زنبا يعني اذا المجتمع عنه بيرفض هيك عالمي ما زنبا خليكن معنا لانه بعد الفاصل عيب 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 عن جد عيب ده المسيح بيقول هيك لا محمد عيب قبل الفاصل شفنا ردات فعل انسانيه من المرئين بس اللي صار معنا واللي رح تشوفوه هلا تسلسل احداث وصلنا لقمه الانسانيه قومي قومي فلي من هون قومي قومي صبيه بتشوف اللي صار وبتتوجه صوب الميل الثانيه من الطريق جاي وقرف قومي هالوقت ست بتبشر سليمة انها رايحة تبلغ الشرطة تياخدوا موقف كرمال لانا قومي يلا قومي شاب مارق بيستفزوا الموقف بيقرر يتدخل قومي قومي والصبية اللي فلت من كم ثانية بترجع وجايبة مع امها هلا جوية الأشرفية جوية الدنيا جوية الدنيا لا بس أشرفية أنا بنت أشرفية بس دافع عن أشرفية طول عمرها نظيفة أشرفية قومي 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 ليه عم تشتغل؟ ليز اعملي معروفة طايقة عليا ما تعيطي عليا مش شايفتيها عم ترجع؟ كتار صاروا بمواجهة سليم قومي 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 جيبي شي كده عيب 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 عن جد عيب للمسيح بيقول هيك لا محمد بيقول هيك عيب
تعال تاكل الشيء. قدام هالكلام والتصرف الرائع لقينا حالنا عم نخبرون الحقيقة. قولي لي شو استوقف؟ طلعت بنتي عم تبكي بالسيارة. لا أنا ما فيي شوف حدا عم بعيط على حدا بهالطريقة، أنا حرام قاعدة عم ترشف البنت، رحت صفيت بالباركينج بنتي طلعت أوريدي من الإنترنت يعني، بس جيت راكد عم أقول له هلا بدفع لك بعدين بوقف فينا. بصراحة بوقف فينا. بتمثلي كثير منيحة على فكرة. اختباراتنا اللي بتتناول التمييز كل مرة منختار منطقة لبنانية كحق البحث. بهالاختبار اللي تناول نوعين من الظلم، الظلم اللي بيطال المتسولين والظلم اللي بيطال اللاجئين، وقع الاختيار على الأشرفية. مرة جديدة أكد لنا القسم الأكبر من الشارع رفضوا التمييز بحق الضعيف، وهيدا دليل أنه الظلم والتمييز شبه مرفوضين بكل مناطقنا. ولما ينعدم الظلم والتمييز بأي مجتمع يعني هالمجتمع تخطى التخلف، بس للأسف هالمفهومين عنا بعد ما انعدموا كليا. يا الله حلي عني يا عمي. شو هيدا؟ برميل ده طول ما بعينا الضفنة وعيا خلفوا متورب البلد، شو بتوا أكتر منا؟